السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله نلقاكم بخير. هنا جبت لكم الوصفه تاع لا سوب تاع طوماطيش. بسم الله. واش عندي مقادير؟ هاي ديك التنجره تاعي. هنا عندي ثلاثه حبيبات طوماطيش قد حباتينا، يعني ماشي ديك الكبار، متوسطات. قشرتهم نحيتهم زريعه وقطعتهم صغار ولا رابيوهم. انا دوكا هكا اللي جاتني في بالي في هذاك الوقت، يا سوا تسكرفجوهم ولا هكا، واش نحيو لهم القشره باش ما تجيلكمش الخدمه. ومن بعد هنا عندي مغرفه تاع الماكله تاع الطوماطيش تاع البواطه، باسكو راني نشوف الطوماطيش تاعي راهي كلير، يعني ماهيش حمقه حمراء، لازم نعوض لها الطوماطيش تاع البواطه. ولا شفتوها الطوماطيش تاعكم حميمره؟ الله الله، سي با لابيل تزيدو هذه الطوماطيش تاع البواطه. فلفل عكري لازم نزيدو شويه، انا عندي شويه حار. فلفل كحل، مغرفه تاع مارغارين تاع الماكله، ومغرفه تاع الماكله تاني تاع الفرينه. وهنا عندي قارص شويه من بارنس تاع حبه، نص مغرفه تاع قهوه تاع سكر، نعناع مجفف. ولا عندكم البازيليك، داك الشيء يقولوا بالعربية نسيتوا البازيليك. المهم عندكم البازيليك ولا هذا. وعندي هنا نص لتر تاع الماء، دوك نشوفوا لا دات لي نص لتر، سيلوفو نزيد شويه. نورمالمون نص لتر سا دي با، باسكو الطوماطيش كيف عامله بها تعطيكم مقدار. والملح دوك ندوزوا لي كاتنيجره تاعنا، نحط المارغارين تاعي يدوب هكا، نحطو باش يدوب لي قبل ونولي لعندكم. بعد ما داب لي الزبده تاعي، هندير مغرفه هذيك تاع الفرينه، نبدا نخلط، نخليها طيب لي شويه هذيك الفرينه. هذا هو اسمو ان غو، ونقص النار. طيب لي شويه برك يا ربي دقيقه، باسكو حتزيد طيب على الطوماطيش. نزيد الطوماطيش تاع الباطه، نزيد نخلطها تانيت، ونقصوا من النار للاخير كاع للاخر يعني. هكا نزيد هذيك نص لتر تاع الماء، درتو دافي ماشي بارد من العين. نحل كاع هذيك الطوماطيش وهذيك اللي درنا هذيك لوغو هذاك تاع الفرينه والمارغارين، يعني هاد لوغو كوميم بيشاميل اللي ما تفهمش يعني واش معناتها غو. هكا دوك نزيد الطوماطيش تاعي تاع الحبة اللي كنت قطعتها، نتوما تحبوا طرابيوها. نزيد هذاك فلفل عكري مع فلفل اسود ونخلط. نزيد نديرها هذيك شويه سكر، نص مغرفه تاع القهوه، نزيد هذاك النعناع نديرو ما بين يديا باش نحكو هكا باش نكرازيه باش يولي لي كوميم بودر. ميم لو كان ما ولاليش كوميم بودر فريمون فريمون، من بعد يتميكسا كلشي. هاهيك نزيد الملح ما ننساش، نزيد الملح
هذا لو غو تاع الملح على حسابكم حبيباتي. كي تجيب الغليه نقص لها طونزون طون، ضرب لها طله ونخلط ونجوزو حاجه وحده اخرى. هذيك حبيباتي بعد ربع ساعه طابت لي قيب 20 دقيقه يعني، ها لي كيفاش تجي القوام تاعها. دوك حني لها، درنا لها شويه سكر، زيد نعصر لها هذه القارص ونطفي عليها ونميكسيها. هاي ليك حبيباتي كيفاش جاتني لاسوب تاعي تاع طوماطيش هكا، والقوام تاعها بنينه. شفتوا اللي عندها البازيليك فريشك، زيد لها. دوك نجوزو الشوفلور تاعنا كيفاش حنقلو. بسم الله حبيباتي، قلت لكم كيف فوتنا لاسوب تاعنا تاع الطوماطيش. دوك عندي كيفاش نديرو لاباطا بيني تاعنا باش نقلو الشوفلور. انا الشوفلور تاعي غليته، درت له دو ترونش تاع القارص، يعني واحد قارص كان ديجا عصرناه، والزاويج درت لها ان ترونش افيك ورقه تاع الرنت، وزدت لها واحده سنينه تاع الثوم ماشي مقشره باش ما تريحش الدار. وعندي هكا مرسو تاع الخبز حطيتهم من الفوق باش ما يطلقش كاع ديك الريحه في الدار. هنا بسم الله واش عندي مقادير بور لا باتا بيني باش نقلو الشوفلور تاعنا. حبه بيض، كاس حليب، الملح، نص باكي تاع لا ليفير شيميك، شويه نص مغرفه تاع بابريكا، شويه فلفل اسود، ومغرف تاع البودرة الثوم، ومغرفه تاع لا موتارد. هاوليك واش عندي. نبداو بسم الله باش نقلوه قبل، يعني هذا شوفلور حنديروه لكم ان غراتا. نزيد هذاك الثوم وجفف مع بابريكا، فلفل عكري يعني، وفلفل اسود، نخلطهم. نخلطو قبل هادو، ونزيد هاديك نص باكي تاع لاليفير شيميك، نخلط كلشي هادو. هاديك واحد الريحة ما شاء الله. نزيد هذاك الكاس تاعي تاع الحليب، نزيدو الملح، نملحو نزيد مع 4 مغارف تاع فارينو. بسم الله نزيدو وحده، ندير وحده زوج، نخلط قبل، ثالثة والرابعة. نزيد الخمسة والسادسة. تسمعنا انا درنا 6 مغارف تاع الفارينة في كاس حليب وحبة بيض ومع التوابل. هاوليك ندوق شوية، شوف معنا موتاردور ليزيبيس، واش نقولكم روعة. هاد لي بيني تقدرو تقلو بيها لي بيني تاع باتنجان، تاع لي كورجات، تاع لي كروفات. فوالا دوك جوزو نقليو هكا. نشد هكا شوفلر تاعي، نقطرو
نلفت غير واش لي لازم ونقصت من النار، لازم نقصولو كي نطيبو هاد لي بيني تاع شوفلر. باسكو سينو الداخل ما يطيبلناش. فوالا نقليهم كاع حبيباتي كي نكمل ونزيد عليكم. هنا حبيباتي باش نديرو لا بيشاميل تاعنا بوغ لو غراتان، راني حطيت الكاسرونه تاعي سمبلاه. عندنا المقادير تاع مغرفه تاع الماكله تاع مارغارين، نقص النار باش ما يحرقليش. حطيت لا كاسرول من قبل، لازم نديرو هذاك المقدار، ما نقصوش نخليوها يروح في العين. نقصو المغرفة تاعنا لازم واش يليق يكون شوا شوا، نخليها تذوب هاديك مارغارين. راني نقص النار مليح، لازم تذوب لنا كاع ديك المارغارين. دوك نزيد مغرفة تاع الماكلة تاع الفارينة هكذا يعني بومبي، ونخلط. راني نقصت مليح، هذا هو الميكيال تاعنا. نخليها تطيب شويه دقيقه برك. لازم نطيب لنا هذيك الفارينه هكا. كي تشوفوا هذيك الرغوه تزيد تزيد صافي تحبسوا. نزيد كاس حليب، نقوي شويه النار يعني ماشي افون، في المتوسط. نزيد الملح، دوك نشوف كيف حبيتها القوام تاعها اسكو خفيفه ولا ثقيله. هذيك القوام تاعها انا ما حبيتهاش هكا خشينه، هنزيد لها نص كاس تاع الحليب، ماشي كاع الحليب، سمدت لي كاس ونص. فوالا زيد شويه باش الحق، تسمى كاس ونص تاع حليب. زيد نخلط، نوريك حبيباتي القوام تاع لابيشاميل تاعك كيفاش حبيتها هكا، ماشي ثقيله فوق اللازم ماشي خفيفه. هاي ليك، نحي هاد الفوين اللي دهنت هنايا السنيوه تاعي اللي حنديرها في الفرن. درت لها المارغارين هكا، زيت شويه تاع لابيشاميل ماشي بزاف، غير هكا شويه برك في الوسط. دوك نجيب الشوفلور تاعي اللي قليتو معاكم، كي نشوفو حبة كبيرة نعاودو نقسموها. هاكا نستفوهم قاع، نعاودلهم قاع هاكا باسكو سينو ما تجيش بيان البلا تاعي في الفوق. هاد لاباتا بيني بزاف هايلة حبيباتي، سيوها رجعولي بالخبر. هاكا نزيرو شويه الحالة، فوالا بعد ما قطعتو ستفتو كاع نقوليك. حنزيد هنايا فروماج تاع كرون شيف، نقطعهم هاكا رقاق. كمان ولادنا اللي ما يحبوش ياكلوا الشوفلور كيديرلهم هكا شويه فرماج كاع، يعني هذا بلا لحم
بعد ما قطعت هذاك الفرماج دوك نزيد ندير هذاك معدنوس. المهم طولاتكم ياكلوا شويه معدنوس، كنديرهم على بيشاميل فرماج يكون من الداخل واش عليه يشوفوه فيغ مي يتكل مليح مع النوس. ماشي اللي يديا دوك ندير لابيشاميل تاعي من الفوق. انا ما كترش بزاف بزاف بيشاميل باش يتكوف لا برك من الفوق، ما نحبش انا بيشاميل بزاف هكا. بعد ما درت من الفوق البيشاميل تاعي هنزيد فرماج. باش قاعد الباكي دير غير سكر فوق، وما قبل ما نديرها في الفرن تاعي نمسح كاع هاد لي كوتي. قلت لكم حبيباتي كي تخدموا خدمتكم مليح توجو تقنوها مليح هاد الشيء، باش مام واحد كيشوف هكا طيبتي حاجه مبتدئات تكون بريزونطابل في المذاق مع العين، يعني كل شيء هاد الشيء يزيد. فوالا انا شعلت الفرن تاعي نديرو في الفرن كيطيبو كاع ان شاء الله نوريه لكم في الطبق التقديم. هي يا حبيباتي يا حباباتي يا بناتي خياتي، هاي ديك لاسوب تاعي تاع لاسوب تاع طوماطيش، ونرافقوها هكا افيك كريم فريش هكا في الطبسي، نزينوها بالنعناع بالورقه تاع النعناع. وهنايا تانيت عندي الكراتان تاع الشوفلور بلا لحم وهايل يفرح وليداتكم. هايلك ان شاء الله هاد لا فيديو يا حباباتي يا خياتي تعجبكم. هذه بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون نفعتكم. ونقولكم يا حبابات قلبي تهلاو في روحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه. ديروا لي جيم فرحوني الله يفرحكم.